اقول الاخوه والله من 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 الشيعه الذي اراهم وناس مخلصين ان شاء الله مع ان الله مات، اقول لهم عليكم بالقران. عندما تقرا القران، انا كنت صوفيا، الحمد لله عافاني من الصوفيه والخرافات والترهات فاصبحت سلفيا الحمد لله. قرأ الصحابه والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه وآل البيت. عندما تقرا القران ترى بارك الله فيك التوحيد الخالص. والله السلفيون ماذا؟ عندما تقرا كتب السلف والسلفيين علماء السلفيين يركزون على الاخلاص والعباده لله، توحيد، متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام. نحن عندنا في صحيح البخاري ابن عباس قال للصحابه، قال لبعض الناس، قال رسول الله، قال له لكن قال ابو بكر وعمر، قال اخاف عليكم ان ينزل الله عليكم حجاره من السماء. اقول لكم قال رسول الله، وتقول قال ابو بكر وعمر، لان عندما يقول قال رسول الله خلاص ما في لا ابو بكر لا عمر لا عثمان لا علي، كائن من كان الرسول هو الاعلى عليه الصلاه والسلام. فهمت حبيبي؟ هذا اعتقاد اهل السنه، لا نقدم قول كائن من كان على قول المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لكن بعض الناس يكذبون عليه، كما كنت انا في الجزائر كانوا يكذبون على السلفيين، يقول ارهاب ده كذا وكذا، ولا كل كذب. عندما اتيت هنا وانا صغير اعطاني اخ كتاب ما ذكر جيدا للامام عبد الوهاب، او كتاب ماخوذ من كلام الامام محمد عبد الوهاب، ماذا قال؟ قال الله، قال الرسول، قال الصحابه. قلت لصديقي هذا هو الاسلام. كذب مع الصوفيه، منامات، احلام، رايت وتكلمت، قال لا، قال الرسول، قال الصحابه. هذا هو دين الاسلام، والصحابه من آل البيت بارك الله فيك. فانت عندما تقول انا شيعه ابتخر لانك ما تعرف الاسلام بارك الله فيك. اقول لك كيف ما اعرف الاسلام؟ اعرف الاسلام الحمد لله. اوكي الله ربي محمد نبي علي امامي كذا وصلت لك. هذا ليس من الاسلام علي امامك. لا امامي طبعا امامي. هو امامنا كلنا، لكن هذا ليس شرط من الاسلام. مثال ذلك، لو شخص دخل الاسلام الان وعاش ربما 10 سنوات ولا يعرف عن علي بن ابي طالب شيء ومات، هذا كيف يكون حاله؟ والله قلت لك انا بالنسبه لي معلوماتي على قد يعني ما مختص. بني الاسلام على 5 يا اخي، حتى ولم يعرف ابي بكر ولا عمر ومات، وكان يصلي ومات، ما عرف ابو بكر وعمر، مات تدخل الجنه. بارك الله فيك. اول كان عباده رب العالمين. اقول لك اول وتالي عباده رب العالمين. اول عباده واتباعه، واتباعه له بالانجليزيه هذه، اتباع من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا. فهمت؟ ففي القران عقيده الشيعه تخالف القران. لا مو كل قال لك انا شيعه مثلا تاخذ نظره عن الشيعه، هسه انت هذا واحد من هنا قال لك حزب الله، حزب الله المن تابع؟ المن تابع. في لبنان، في سوريا. هو المن في سوريا وفي لبنان واكو باليمن واكو بهم ما ادري وين، هذا المن تابع. منين؟ مصدره منين؟ ايران. خلاص انا جاي احكي لك شيعه العراق. لا بعد معك صريح، بعد شيعه العراق احسن من عرفوا بان ايران تريد تدمر بلادها، عارفين هذا الشيء انا سمعته فهمت، لكن بعد شيعه العراق يلحسون احذيه ايران. رايت هذا؟ هذا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي لا، انا لو رايتهم يا اخي ما الحس حدا. لا لا ليس انت بعضهم، لكن انسى هذا. ما هو مرجعك؟ سيستاني؟ نعم سيستاني. وسيستاني ايش؟ لا لا مو ايراني. هل رايت سيستاني؟ شلون عرفت؟ انت 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 ما يتكلم، ما يتكلم ابدا. انت رايت من قال لك؟ انت رايت سيستاني؟ انا قاعد يا شخصيا، انا شخصيا تكلمت، انا كلمته شخصيا. اقسم بالله انا شخصيا. ليش ما في فيديو يتكلم هو؟ ما في رجال ما يحب يطلع مثلا على الفضائيات. وش ما يصلي يا جماعه؟ ما هو موجود او اكو مساجد مختصين تقدر تسالهم وتحكيهم. خلاص انا انسى احنا ما ندخل في، لكن انا اقول لك عندما تركز في القران ما تسوق الشيعه، لان الشيعه تخالف القران. المدد يا علي يخالف القران. اتباع اهل البيت وحدهم ليس الصحابه يخالف القران. والله انا كنت صوفيا، كنت صوفيا الحمد لله، اهلي صوفيه ليس كلهم، بعضهم، لكن انا ما اقول اهلي صوفي خاص صوفي، لا الحمد لله الحق، الحمد لله انا اتبع الحق الحمد لله. فانت يا هاشم اخي لابد تتبع الحق. ما قال القران، انت قلت عارف القران. الاسلام هل هو دين الله؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل من القران من دين الله؟ ما هو الدليل؟ ما هي الايه؟ والقران كله يذكر ان الاسلام هو رب العالمين. خلاص ايه 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 واضحه، هو خلاص يعني هو ذاك رب العالمين. ما تعرف الايه انت؟ ان الدين عند الله والاسلام.
هذه آية واحدة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنا أبيكم شيء، أنا أبيكم أحبابي بارك الله فيكم. والله دقيقة أنا أشرح دقيقة. أنا أقول لك إيش، أنا وصيتي لك وللأخ هذا وكل إخوة هنا، عليكم بالقرآن. والله أقول القرآن، أنا ما أقول السنة لأن تقول أني ما أقوم بالسنة، لكن عندما تقرأ القرآن اسمح سني إن شاء الله. هذه نصيحتي لك حبيبي. هي سني أو شيعة، احنا كلنا نقرأ القرآن. أنا شيعي قدامك أقرأ القرآن وما تبغى تقرأ القرآن حبيبي. أقسم بالله أقرأ وما أتكلم عنها. ترى صوت قارئها هو ما قرأ صوت القرآن. أنا ما حافظ. لا أنا فاهم المشكلة. المشكلة عندما تقرأ عندما تقرأ بعض الأحيان تقرأ كما تقرأ جريدة، هذا ما في فائدة بارك الله فيك. والله إيش يقول؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالقرآن لابد إذن يحفظه. أنت تصلي صحيح؟ أي سورة تقرأها في الصلاة؟ أقرأ صوت البقرة، صوت الكرسي. أقرأ صوت البقرة، أقرأ صوت الكرسي ذاته. الله لا 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 وحيد لا تأخذ السنة، لا تأخذ لا ما لا ما في السماء، لا ما في الأرض، لا ما في السماء. لا ما في مشكلة يا حبيبي، عليك بالقرآن. أنا هذه نصيحتي لك يا حبيبي. أقسم بالله أنا جاء شيعي قدامك بحياتي لا تبطل عليهم الصحابة ولا سبيت عائشة. أنا جاء شيعي قدامك، أنا أتكلم لك أنا في سني وأم سني. عائشة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجة الرسول خاص. الله يقول عن أزواجه، عن الأزواج يكونون مع عن الزوجات يكونون مع أزواجهم في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أعلى جنة، فعائشة تكون معه. طيب طبعا لحظة حتكون معه خلاص. طيب هذا طيب من رب العالمين. طيب الله محشني مع عائشة. ليش أقول الله محشني مع الرسول؟ ليش أقول معه؟ لأن عائشة تكون مع الرسول. الله محشني مع أهل البيت كلهم. لا مع عائشة، عائشة أقول خبر الله يرضى عليها. خلاص الله محشني مع فاطمة. الله محشني مع فاطمة. مع عائشة لا، لكن مع فاطمة لا تزوجها. فاطمة أنا أقول الله محشني مع أمنا عائشة. ليش لأن أمنا عائشة بتمن. الله محشني مع فاطمة. ليش ما فاطمة بتمن؟ عائلة الرسول كذا وخلاص. كل عائلة. ليش أبو جهل من عائلة الرسول؟ أبو جهل من أبو لهب من عم الرسول. يا بتعرفه؟ أنا أقول لك أحشن مع عائلة أهل الرسول. ما الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زوجة خديجة وعائشة. أنا أحشن مع. لا أنا أرى شو حبي. أنا أعرف هذه التعب. إذا يتعب يقول أنت لا تختص بشخص واحد. لا أنا. هي فاطمة بتمن. لا حبيش. فاطمة بتمن. الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مرته ولا بنته؟ أبا مرته. مرته. نعم. هذا بنته. الرسول الله يقول. الله يقول في يوم. حبيبي شوف حبيبي شوف حبيبي. الله سبحانه وتعالى ذكر في أنا ما ذكر الآية جيدا. لا 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 أخي، هذه آية في سورة في لا عبد الله بتخلق أنا أنت بس حبس لنا بليز. تدخل آيات في مارشال جاكسون وأنت تدخل بطاطا مع الحمص. أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم فين وأن تظاهر لا لا أخي في سورة الطور. في سورة الطور سورة الطور أنا نسيت الآية. لكن الله طلقكم سوف يزوجه بأحسن منكم. هذه كل هذه ما في آية، هذه خلاص هو الخلطة. هذا القرآن غير مو ما تعرف آية تبتعد عنها. هاي لا يحفظهم حق الفارسي لا لا يبتعد عنها. هاي لا والله ده جديد عندكم الديس تاريخ. إنما يريد الله أن يجمع عنكم الرد سهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا يا شوف 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 شوف. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان، ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ها ذريتهم أزواجهم أهلهم. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة تكون في الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فاطمة. عائشة ما تكون في الجنة. اسمعني حبيبي، اسمعني واحدة حبيبي. أنت ليش شيعي؟ ليش شوف أنا ما أقول لك عائشة ما تدخل الجنة، ما أقول لك عائشة. هذا يبقى قرار رب العالمين مو قراره هو. أنا هسه من الله أقول يحشم مع الرسول، ما أخصص واحد مثلا. الله ذكر أن الله ذكر بأن أزواج الرسول في الجنة. ما ذكر. نعم. أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أزواج في الجنة. آية هاي. الحقنا بهم ذريتهم. ما قال أزواج الرسول كلهم بالجنة. والله الشبع كذا قال. أدي بالله أبو عبد الله حبيبي أنا أقول لك إيش. أبو عبد الله كم الساعة تفاح في العراق؟ تفاح البطاطس. ذاك الأسبوع اللي بطاطا. هذا إيش أقول لك أنا؟ أقول لك إيش أنا؟ هاي الناس على وضعها. خلينا نتكلم معاه. أنا أخاف منك يا علامة الزمن. القرآن ما أنت إمام الثقلين وعلامة الخفين. ما قال لك تبعد النساء. أنا أقول لك إيش أنا؟ القرآن الله سبحانه وتعالى أنت عندك أنا شيعي أنت سبع أصول كافي صحيح؟ هذا كتب الشيعة عندك كيف شيعي أنت؟
قلت لك مو اكو ما عنده معلومات على حديث وليس الكتاب. انا اقرا القران ما اقرا كتب. لكن عندها تخاف القران كتاب رب العالمين وخلاص يعني سنه الرسول. لا حديث صحيح كتاب رب العالمين نقول شيعي بعد ما ختم انا كمل عشان اعرف. لا انا ختمته مرات. القران كله ما يقول اصبح شيعي ابدا، بل القران كله يخالف عقيده الشيعة. مستحيل ولا آية خالف. أنا ما أقولك أنا شاطر في النقاشات. أنا هيك جاي أسمع كم والله أخي نصيحة لكم، إذا ندعو الله سبحانه وتعالى القرآن. أنا هذه نصيحتي للشيعة عندما يأتوا، لأن ربما إذا قلت لك السنة السنة والآن لا أخذ السنة. أنت تتولى غير آل البيت، أنت تتولى غير آل البيت. ممكن أن يشافوا أنا عارف أنا قدامك الحمد لله بحياتي ما سبيتها للسراب حياتي. اقول انا مرات من الصحابه اقول الله يرضى على اهل البيت ويرضى على اهل الصحابه. انا ما اقول لك انا الله قال رضي الله عنهم. اي خلاص انا محتاج تقول انت. انا اتكلم وياك انا ما اقول لك انا اكره اهل الصحابه ولا اكره اهل عائشه ولا اكره اهل. ما رايك كلهم احبهم يعني ما راح اكتب شيء اذا احبهم. ما رايك في من يسب عائشه؟ والله هذا حشا شوف العرضه هذا ما فهمش كل عرضه يعني غلط يعني هذا خبيث هذا صديق والله صراحه الله فيك. هم يقولون عائشه ثانيه وعائشه بسوى شيء غلط. ما رايك بالبخاري اللي يقول هذا اللي يقول اعطيني كتاب شيعي سب عائشه اعطيني كتاب شيعي من يقول عائشه ثانيه والعياذ بالله فهذا يقول بان الرسول ثاني لان الله ايش يقول الخبيثات خبيثين. طيب فالان والطيبات للطيبين. فالان يعني نسوان طيبات للرجال الطيبين. طيب نعم طيبون للطيبات طيبون للطيبات طيبات للطيبين كذلك. طيب نوح طيبات طيب نوح طيب زوجته طيبه نعم في العرض نعم طبعا بالعرض. هي كانت كافره ولا زانيه ولا واحده من نعم هي كانت طيبه في العرض في العرض في العرض كلهم ما زانيات كلهم كلفات طيب. كلهم طاهرات نعم طيبه هذه طيبه طيبه في العرض. الطيبات ما تعرف شنو معناها شنو معناها يا اخي. حبيبي الطيبون من الكلام للطيبين من الناس والخبيثين من الناس ما يتلفظ الا الخبيثات من الكلام. خلاص خلاص فالرسول فاذا كانت عائشه زانيه زانيه خبيثه من الكلام بارك الله في الزاني لا ينكر الا زانيه. من قال عائشه زانيه؟ ليش يقول هذا الكلام على النبي؟ قل لعن الله من يقول عائشه زانيه. لعن الله من يقول عائشه زانيه لعن الله ألف مره حرام عليك. هذا النبي ليش يقول البخاري؟ اوقف شو يقول البخاري؟ طلقها ابو بكر يقول للنبي طلقها التي فضحتني وفضحتك. كذاب شو هذا البخاري؟ والله موجود فضحت والله موجود والله ما هذه عندك. والالباني شو يقول؟ الالباني الان البخاري الالباني ايش يقول؟ ابن تيميه والله هذول الثلاثه هم اللي يقولون لا شيء ولا سنه اللي يقولون والله العلي العظيم. شوف 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 الشافعي شوف هذا النبي تلاحظ زوجات النبي وتقولون شيعه شيعه هذا هذا انطيني كتابه تبرع لي الشيعه والله العلي العظيم قدام دولة. اذا واحد اذا انوار النعمانيه انوار النعمانيه اذا كتاب قلت لك انوار النعمانيه شو يقول؟ يقول زانيه اعوذ بالله اعوذ طلع الانوار شوف اضرب طلع اضمنه نعمه الله الجزاء نعمه والله اذا نعمه الله الجزاء عبد الله تكلم معك ألف مره اذا قال عيب هذا يا خليني دائما لا تقل على ما قلت شمسي خليها موجوده يقول زانيه يقول لك ماكو زوجة نبي لحظة أنا طيب بعد روحي خلي يقول لك ما في زوجة نبي الزند شلون تقول هذا الكلام؟ خلي طلع خلي طلع دخلت في مسجد في فنزبير بارك ليس بعيد من هنا. هذا المسجد عندما أنا كنت غير ملتزم في ذاك الوقت فدخلت أنا وصديقي نصلي صلاة الجمعة فمكتوب في الداخل في المسجد بحمد الله قتلنا الشرطة أو من الجيش الجزائري. قلت صديقي قلت ماذا نفعل هنا؟ هذا المسجد يمدحون الذين يقتلون المسلمين في الجزائر. وأنا قلت لماذا الشرطة البريطانية ما تفعل شيء؟ الغرب ما عندهم مشكل يساعدوا هؤلاء القوم ما بشرط أن لا يهيجوا الناس ضد بلدانهم. ضد بلدانهم ولا طيب ضد دينهم؟ لا بلدانهم. طيب هذا اول حتى ضد دينهم. العراق 3 4 11 ثانيه ايش العراق؟
دخل العراق دول الجواعش اغلبيتهم جنازه جواعش حبي ايش دخل العراق في الجزائر؟ لا انت مو تقول لي حال اخوانهم على القلب ما مو اخوانهم مثلا احنا بالعراق انت ما فهمت شو الكلام؟ لا هو ابدا هو يقصد الكلام اللي داخل الجزائر اخواننا الشيعة انا اتكلم على شيعة لا انا اتناقش وياه ولا شيعة انت خران الدينار انت فهمت ايش قلت؟ انا فهمت انت تقول شيء من سؤال واحد اي جامعة اي جامعة تقصد عن اي جامعة حبيبي اي جامعة الجامعة اللي تقصد عليها اي جامعة هو انا ما اعرفه بس فهمت الكلام اللي مثلين دخلت في الجامعة ولقيت جامعة خوارج هذا خوارج انا افتهمت انت شو تقول انت؟ انت تقول ما يصير واحد يدفع يعني مثلا يحرض اخوانه على قتل المسلمين او نعم صحيح اي لا دقيقة خلاص نعم خل 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 قدم دقيقة هو جاء على آخر شيء هنك يوم الموضوع أغلبيتهم جزائر سعودية جاء على آخر شيء إيران أفغانستان دولة إيران إيران أغلبيتهم هي حتى دولة لا 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 عش أنا ما أكذب بكيف جزائري في عراقي نفسهم في أنا كله لكن ما هو الشاهد هنا ما فهم أنا أنت تقول هذا حسن حاسس أنا فاهم هذا إيه دخلك وما أعرف الشيء على ذي كانوا يقتلون السنيين لا ما ما عندك حزب الله ما قتلوا أنا ما نش حزب الله شنو المتابع أقتلوا السنيين حزب الله المتابع العراق حزب الله المتابع حزب الله شيء بي حزب الله العراقي بي حزب الله العراقي سوريا العراق بي هواء هواء الحشد الحشد ما له حشد الشعب حشد عراقي حاشد على الله بس انت تقول على حزب الله ارهاب شوف ارهاب يكون من السني او شوف حط الابرياء فعله السني او شيعي حرام لا يجوز فالسني يقتل الشيعي بدون اي شيء لانه شيعي حرام فهمت هذا دين العدالة كده بارك الله فيك الاسلام لا الحمد لله شهد انت شيعي طيب الحمد لله طيب هل يجب علينا اتباع اهل البيت نعم اين قال الله اتبع اهل البيت القران شوف أنا بالمختصر أنا ما حافظ معلومات إخواني. إيش معلومات القرآن أنت هسه أنا مربط كلام يعني إحنا كمسلمين يعني السب أنا سحرض العالم عليك أنت مسلم. لا إحنا ما نتكلم عن التحريض. لا أنا بروكين ذا بريفي مسلم. لا أنا هسه ما أنا احتياك أنا ما حافظ معلومات طبعا جيتك إيش بس جاوبتك على سألتك سؤال جاوبنا عليه. لكن الآن أنت هسه كمسلم تحرض. إيش اسمك حياك الله. هشام. هشام حياك الله خير شيخ. ونحن نتكلم عن جزئيات الآن لكن أنت شيعي وتقول أنا أفتخر. عندما تفتخر لا تفتخر بشيء عندك دليل ما تفتخر شيء ما فهم انت انا اذا اريد يعني اجاوبك على سؤالك اكو مختصين بهذه انا ما مختص يعني انا الحمد لله فكيف تفتخر بشيء ما فهم لا افتخر ليش انا ما افتخر اوكي ما افتخر انا قلت لك اذا اريد اجاوبك اكو عالم مختص بهاي الامور ايش عالم اخي لا انا ما مختص بهاي الامور هذا دين انا ما مختص بهاي الامور انا قلت لك على سؤال ما يعني ما كبر سألتك سؤال هشام حبيبي أنا ما سألتك سؤال عن الدول الأمم المتحدة أنا سألتك سؤال أي مسلم عادي لابد عن هذا الدين مثال ذلك إذا شخص قال أنت لماذا تؤمن بأن يجب على الصيام أقول لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب واضح ما نقول له أنا مدخل غير مختص أنا ما أسألك أسئلة كبيرة أنت تقول يجب عن اتباع البيت أنا أقول في القرآن لا يوجد آية في كتاب الله تقول اتبعوا أهل البيت بل يوجد آيات كثيرات تقول اتبعوا المهاجرين والأنصار تعرف من هم المهاجرون والأنصار أبو بكر عمر ما رأيك في من يقول المدد يا علي ما رأيك في من يقول المدد يا علي يمكن على الله يمكن على الله بس ما فهمت شيء حش على الله هذا ليش تعطيني الموضوع؟ أنا ما أقول ماذا تقول؟ جاوبني فجأة. على الله. أنت إيش؟ شو بقول؟ بوه. ما. ولا عارفين علم على أي شيء. تعلم طيب ما شاء الله. ما معنى يده؟ ما رأيك في إنسان يقول المدد؟ هذا ما عندي معلومات. هذا توحيد يا حبيبي. المدد معناته في اللغة العربية طلب الاستعانة في وقت الشدة. وهذا لا يكون خاصة في أمور إنسان ما يستطيع يساعدها هذه تكون لله سبحانه وتعالى الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين الله من برا لا لعنه الله يلا الله يوفقه ان شاء الله يلا خايف منك
يا الله يحفظه ويعطيه العافية والصحة. تلعن تلعن انت عيبتها بها شمس جامدين جناسين. انت انت قاعد تسوي تقية والله العظيم. انت قاعد تسوي تقية قدام الجماعة تخلي الناس عود يحبوك انه يرضون بيك بكلامك. هذا غلط. بروك يهرب هو اللي يهربه. شو صار؟ لعن الله من سبه ولعنه وآل البيت او زوجات النبي. شنو هذا كلام زين؟ شنو كلام؟ هذا كذبنا، هذا كذبنا. بس كذبكم السبه. ابو بكر ما تسبونه؟ انا ما اسبه بس هو مخطئ. شو سوى؟ طلع خلاص. سبيته سبيته سبيته. شنو الفرق بينه وبينه؟ شنو الفرق بينه وبينه؟ مخطئ ما سبه، مخطئ ما سبه.